الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يزيد وللجنات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على إمام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه واله وسلم رؤيا جديده جاءتني اليوم تقول الرائيه وهي من لبنان تقول رايت اني في امتحان لغه عربيه فاذ بالشيخ عاطف فتح المصحف وقال لي اعربي هذه الايه وما ارسلناك الا كافه للناس وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فقرأت الآية التي قبلها لكي أعرف ما هو إعراب حرف الواو وقلت أنها واو ابتدائية ثم أكملت باقي الإعراب والله على ما أقول شهيد. انتبه معي هي رؤيا هامة بها رموز تحتاج إلى تأويل. قول الرائية أنها في امتحان للغة العربية. امتحان اللغه العربيه هو اشاره الى تخلص من هموم فهي اشاره واضحه الى ان الامه الاسلاميه في الفتره القادمه ستتخلص من همومها قريبا باذن الله والشيخ في الرؤيا هو رمز للخير القادم الوفير واسم عاطف في الرؤيا يدل على بشارات الخير للامه الاسلاميه وقول الرائيه انه طلب منها ان تعرب وما ارسلناك الا كافه للناس ثم الايه الاخرى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين الاعراب في الرؤيا معناه الاحداث القادمه الأحداث القادمة وما أرسلناك إلا كافة للناس نزلت في حق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه وقد تحققت لأنه بالفعل أرسل للناس كافة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا ما سيحدث في الفتره القادمه انتشار عموم رساله محمد صلى الله عليه وسلم انتشار الرساله المحمديه في ارجاء العالم عما قريب الكلام ده هيحصل عن طريق مين عن طريق رجل من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام المهدي الذي سينتشر الإسلام في عهده كما أخبرت السنة المطهرة في أحاديث كثيرة والعلم عند الله وحده، وهذه رؤيا أخرى والرائية من سوريا تقول رأت ابنتي وهي عزباء ونحن من سوريا أنها في تركيا، وفي برج أو بناء ضخم معها صديقتها اسمها هبة وأناس كثيرة لكن لا تعرفهم وسمعت صوت يقول: إن في هذا الشهر أو في هذا الوقت تنزل أشياء كثيرة كما كانت تنزل على أحد الأنبياء، وجاء في ذاكرتها أنه النبي موسى عليه السلام، والذي سينزل يضر وفجأة أظلمت الدنيا وصار ينزل أحجار كبيرة سوداء كالفحم. تضرب الناس تصيب الناس ولا تصيب البعض الاخر تدوم فتره ولكن في المنام المده قصيره ثم تنزل حمم من النار صغيره تكبر ونزلت جنبها واحده لكن لم تؤذيها وتقول من يريد ان لا يصيبه شيء يقول يا ملك يا قدوس وتردد يا قدوس ثلاث مرات ثم تنتهي هذه الفتره وترى نفسها في غرفه من زجاج تنظر إلى السماء ترى المجرات وصار لون السماء كلون قوس قزح ومرسوم نجوم لونها أصفر وفي مجموعة من الكواكب بمكان معين حولها نجوم صارت السماء تنطوي مثل الصفحة صفحة وراء صفحة وكلما تنطوي صفحة تبهت لون الكواكب ثم تعود السماء لطبيعتها وبقولها هذا وقت الهناء وفرج الناس بعد كل هذه الاحداث شيء يفرح الناس ثم رات ثلاثه كواكب ماشيه في السماء الكوكب في الوسط حجمه كبير اما الذي عن يمينه وعن يساره احجامهم اصغر ويقودهم كما تقود الام اولادها والوانهم اصفر وازرق وكان الهواء هو من يقودهم ويصير يدور حول بعضهم انتهت الرؤية تأويل هذه الرؤية هذه الرؤية تتكلم عن أحداث وليس حدث واحد أولا تركيا في الرؤية لا تأتي بمعنى دولة تركيا تأتي بمعنى الاسم وتركيا هي إشارة إلى عقوبات قادمة هذه العقوبات لدولة معينة والدليل على ذلك أنها في تركيا في برج أو بناء ضخم والبرج أو البناء الضخم هو دولة بعينها والصديقة اسمها هبة والهبة تأتي بمعنى العذاب الذي يصيب هذه الدولة وناس كثيرة لا تعرفهم الرائية إشارة إلى انتظار حدث والناس يعرفون هذا الحدث وينتظرونه فيا ترى ما هذا الحدث تقول الرائية سمعت صوت يقول ان في هذا الشهر او في هذا الوقت وهذا يفيد قرب الحدث ولا يفيد شهر بمعنى شهر اشياء تنزل على احد الانبياء وجاء في ذاكرتها انه نبي الله موسى ونبي الله موسى كان نبيا لبني اسرائيل فدلت هذه الاشاره ان الحدث يخص دوله اسرائيل الكيان الصهيوني المحتل هذا الحدث الكبير يخص دوله الكيان الصهيوني المحتل ولعله يكون باذن الله زوالها والله على ما يشاء قدير يعقب هذا الحدث أو حتى يتوازى مع هذا الحدث فتن كبيرة وأحداث كونية كبيرة كنجم الآيات النجم ذو الذنب الذي يأخذ الكثير معه يصيب أشخاص ولا يصيب البعض الآخر اللي هم أهل الإيمان هي إشارة لكلمة يا ملك يا قدوس ثلاث مرات وتطوى صفحه من السماء وهي اشاره الى زوال دول ايضا في هذا الوقت ثم بعد ذلك زوال دول اخرى ثم بعد ذلك ظهور الامام المهدي تعود السماء لطبيعتها ويقول هذا وقت الهناء والفرح للناس بظهور الامام المهدي والكواكب الثلاثه الامام المهدي الكوكب الاوسط وربما من حوله الكوكبين الاخرين هما احد انصاره او احد اتباعه ربما يكون صحابي مصر ربما يكون قائد الرايات السود والعلم عند الله وحده هي رؤيه هامه بكل المقاييس نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته